معنا من لجنة حماية الساوية. احنا اشتغلنا بالساوية على عدة مبادرات مع شباب وأطفال الساوية. أخذنا دورات مع Save the Children بموضوع الضغط والمناصرة، بموضوع الحملات. بحب أشارك لأني بحب أساعد الناس، وبحب الناس إنهم يشوفوا الساوية شيء غير عن شيء غير، وشيء يعني إنه يبين إن الساوية كثير حلوة وإحنا من غير مناصب. إحنا أخذنا دورات تدريبية عن القيادة والمبادرة، كلنا بعدين طلعنا بأفكار وطلعنا بمبادرات اللي هي بتفيد بلدنا أو بتخدم بلدنا. إحدى مبادراتنا وإحدى الأشياء اللي طلعنا فيها هي مبادرة تجميل بيئة الساوية ككل. رح نبلش بكمان عدة مبادرات وعدة خطوات ثانية إن شاء الله بالمدارس الأخرى وبجدران الشوارع الساوية وغيرها من المبادرات إن شاء الله. بالبيت كثير بحب اساعد ماما وازرع معها، انا اصلا كثير بحب انه امسك التراب، بحب اشوف الورد والطبيعه. حساب السعادة انه انا بضيف شيء جميل لهي المدرسة وتزينت بتصير اشياء حلوة اكثر، وكل ما نزيد عليها اشياء اكثر كل ما بتصير حلوة اكثر.